تضرب جامد. وين بدي فوق؟ أيها الأخوة الكرام، مع كلمة رئيس جمعية قاف أشبال السيد أنور أشبال خليفة فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتورة نور الحلول المحترمة، الأخوات من الكل حضور، أسعد الله مساءكم وأحييكم بتحية الحروب المنغمسة بما يعرفكم شما في هذا المكان العامل بكم. ويسرني اليوم أن أقف أمام وجوهكم الطاهرة مرحبا بكم جميعا في ديوان عشيرة آل طاشمان، ونحن نستشرف تحديث المنظومة السياسية التي قادها جلالة الملك المعظم وانبثق عنها تأسيس الأحزاب السياسية الأردنية ودورها المأمول في قيادة التحول الديمقراطي والتحديث السياسي وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء وحب الوطن. ومن ضمن هذه الأحزاب حزب العمال الذي سنستمع بكل تمحيص وبصيرة إلى حديث الأمين العام لهذا الحزب عن مبادئه وخصائصه وقواعده ودوره في المشاركة في قيادة هذا التحول الديمقراطي في أردننا العزيز. شاكرا لكم من سويداء القلب لكل الحاضرين والقائمين على هذا اللقاء الذي يستشرف التقدم والازدهار في خلدنا جميعا. وقد لا يمنع الله العاصفة التي حولك، لكنه قادر أن يثبتك أمام العاصفة فلا تهتز. فرحنا قليلا قبل أن يشيخ الرجاء، وكم تمنينا أن يطول المساء قبل أن تطفئ الصافرة فرح أفئدتنا وأحلامنا. والآن أترككم مع الدكتور رولا لكي تعلق بنا بالحديث حول مفهوم وركائز هذا الحزب الأردني، وأكرر الترحيب بكم وأهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لقاؤنا اليوم مع قامة وطنية واجتماعية وثقافية سياسية شقت طريقها الصعب حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. الدكتورة رولا الحروب، والتي حصلت على دبلوم بكالوريوس بالفنون الجميلة من المعهد العالي بالكويت، وعلى ماجستير بعلم النفس التربوي من الجامعة الأردنية، وعلى دبلوم بالإدارة من كلية نيوجيرسي الأمريكية، ومن ثم الدكتوراه من الجامعة الأردنية. عملت بالتلفزيون الأردني كمذيعة ومقدمة برامج، وعملت بالصحافة والإعلام، وأستاذة في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية. كانت المدير العام لقناة جوسات الفضائية، فازت بالانتخابات النيابية بعام 2013، وكانت رئيسة لجنة الحريات العامة. الدكتورة رولا الحروب المنحازة إلى وطنها وإلى شعبها العظيم، كان صوتها الصادح الذي يصدح تحت قبة البرلمان لمكافحة الفساد والفاسدين. نرحب بك أيضا وأكرر الترحيب كما تفضل به أخي أنور، نرحب بك في هذا الديوان، نرحب بك في الحصن، حصن التاريخ، حصن العلم والثقافة، حصن الكرامة. نرحب بك في بني عبيد، بني عبيد الشامخ برجاله. نرحب بك في إربد، إربد عاصمة الثقافة العربية.
اهلا وسهلا فيك وعلى بركه الله. تفضلي دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع وكل الشكر والمحبة والفخر والاعتزاز، كل مشاعر جميلة دائما تعصف بي لما باجي على هذا البلد الجميل. دائما وأبدا كل ما بدخل بس تبدأ السيارة تدخل على مشارف إربد بشعر هيك إنه الدنيا تغيرت، بشوف المسافات والمساحات منبسطة والحياة جميلة وسهلة. فأنا سعيدة اليوم بأنه إحنا موجودين في الحصن التاريخية الرائعة، رمز الحضارة، رمز التاريخ، رمز الأصالة، رمز التعايش الحقيقي، رمز المحبة والمواطنة الحقيقية. وسعيدة بأنه إحنا كمان موجودين في لواء بني عبيد، هذا اللواء الأصيل اللي أخرج الكثير والكثير والكثير من قيادات هذا الوطن، وفي إربد الجميل عروس الشمال. فانتم محظوظين، انتم لا تعرفون النعمه اللي انتم فيها هون باربد الا لما تضطروا انكم تتنقلوا على عمان وتشوفوا ازمات السير وتشوفوا الناس اللي مش طايقين بعضها والناس اللي بتشارك في بعض. فيعني دائما بشعر بطاقه ايجابيه كبيره بس اكون بينكم في اربد. اليوم احنا بدنا نحكي في موضوع يمكن هو الموضوع الاهم على الساحه، وهو موضوع الاحزاب الاردنيه. بس انا بدي احط نفسي مكانكم في ظل التوقيت اللي احنا فيه اليوم، اليوم الخميس، وفي ظل انه مر علينا اسبوع صعب وما زالت الازمه موجوده ومستمره حتى هذه اللحظه. ان شاء الله انه الحكومه تتمكن انها توصل لحلول تنهي في اللي عم بيصير الان من الاسبوع الجاي من الزمن. ولكن في ظل هذه الازمه، مساء الخير للمتاخرين الجايين، هذول بنمسي على رفاقنا بحزب العمال. فبحط نفسي مكانكم في ظل هذه الأزمة والدنيا يعني مش قمر وربيع. أكيد في ناس قاعدين هون بيحكوا، يعني جايين يحكوا لنا عن الأحزاب، إحنا بدنا حلول سريعة، بدنا حلول فورية، بدنا سعر البنزين ينزل بسرعة، بدنا الكهرباء ينزل سعرها بسرعة، بدنا نحل مشاكلنا وتعليم أولادنا بسرعة. يعني لسه بدنا نحكي عن حزب والحزب لسه بده يكبر وبعدين بده يدخل البرلمان وبعدين الله اعلم يعني بعد كم من سنه بده يكون موجود في صنع القرار. فانا متصور الاسئله وال يعني التساؤلات اللي ربما موجوده في ذهن البعض. ولكن بسبب تحديدا الظروف اللي احنا فيها اليوم، سواء الظروف المحليه من غلاء اسعار من ازمات الى اخره، او الظروف الاقليميه او الظروف الاكبر منها الظروف العالميه. احنا اليوم امام عالم يتغير بسرعه وفي تحولات اكبر من ان يستوعبها اللي عم بتطلع عليها بعقليه القطار. يعني بدك تنسحب شويه هيك من المشهد وترجع ل 20 سنه من الزمن وتشوف شو اللي عم بصير حتى تدرك احنا لوين رايحين. العالم حيكون امام مشهد كبير جديد مختلف، والاردن جزء من هذا العالم. الاردن ليس حاله خاصه مختلفه عن لا الاقليم ولا العالم، فالدنيا كلها رايحه باتجاه، واحنا بالتالي يفترض، واحنا شعب مثقف وشعب قارئ وشعب مطلع، يفترض انه احنا ما نضلنا دائما متقوقعين فقط في دائرتنا المحليه الضيقه. لازم نشوف شو اللي بيصير على مستوى الاقليم واللي بيصير على مستوى العالم ونفهم لوين الدنيا رايحه. ومن هذا المدخل بدي احكي، من هذا المدخل بدي احكي انه الدنيا رايحه باتجاه حكم اكثر ديمقراطيه. نظم الحكم التي تقوم على اجتهادات لشخص او حتى لحزب واحد شمولي لم تعد مقبوله، ليست مقبوله من الشعوب وليست مقبولة حتى من دول العالم الأخرى. كل الدنيا بدها تتحول إجبارياً باتجاه مزيد من سلطة الشعب، مزيد من إشراك الشعوب في اتخاذ القرار. هلأ ما يسمى بدول العالم الأول مشكلتها محلولة، لأنه هي أصلاً لو لم تكن ديمقراطية لما وصلت إلى ما هي فيه اليوم من إنجازات وإبداعات ومن نهضة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية، ولما أصبحت هي المسيطرة على القرار في العالم. فالمشكلة عندنا اليوم وين؟
مشكلة في ما يسمى بمنظومة الدول النامية أو البعض بحب يسميها العالم الثالث مقابل العالم الأول والعالم الثاني. هذه الدول النامية واحدة من أهم مشكلاتها اللي مخليتها في المكان اللي هي موجودة فيه اليوم، مشكلات في التعامل مع شعبها، مشكلات في التعامل مع موازنة، مجهولية، فقر، بطالة، ما في إنجازات كبيرة على صعيد العلوم والتكنولوجيا والاختراعات. واحدة من أهم الأسباب التي تجعل الدول النامية دولاً نامية، يعني ليست دول عالم أول، هو غياب الديمقراطية. فإحنا اليوم عشان ننتقل من مصاف دولة نامية إلى دولة عالم أول، المسألة مش معجزة، ليست صعبة وليست مستحيلة، بل هي ممكنة وممكنة جداً. وفي عندنا نماذج جارتنا، لو طلعنا شوية بس باتجاه تركيا على سبيل المثال، ما بدي أحكيكم لا تروح على سنغافورة ولا على هونغ كونغ ولا على غيرها من النماذج. خلينا في جيراننا الإقليمية تركيا. قبل حزب العدالة والتنمية، بغض النظر شو مواقف الموجودين من حزب العدالة أو شو موقف أو شو موقف ليه، إحنا بنحكي يعني حقائق. قبل حزب العدالة والتنمية، تركيا كانت محكومة بحزب علماني يعطي السيطرة للعسكر على مفاصل الدولة. ما كان في حريات، ما كان في حقوق إنسان، ما كان في تنمية اقتصادية، ما كان في حياة سياسية بمعنى الحياة السياسية. لما طلع حزب العدالة والتنمية، طبعاً وهو نسخة محسنة من حزب قبله، ما بناش ندخل بهذا التاريخ، بس لما طلع هذا الحزب وبدأ يشتغل على الأرض بين الناس، ويشتغل على إيش؟ ما اشتغل إيديولوجي، اشتغل على تحسين حياة الناس، واشتغل على نشر الوعي، عمل سلسلة من المدارس اللي بدأ فيها ببناء الإنسان، عمل سلسلة من المدارس بدأ فيها ببناء الإنسان، استثمر في الإنسان، وعمل مشاريع اقتصادية، ودخل على الأرض وتسلل من خلال بوابة البلديات، ثم انتقل بعد ذلك ليحصل على أكثرية ساحقة من المقاعد في البرلمان. وبالتالي هذا الحزب هو اللي شكل الحكومة، هو اللي أفرز رئيس الدولة أردوغان، اللي طبعاً مرة رئيس دولة، مرة رئيس حكومة، مرة رئيس دولة، صحيح عدل الدستور، صحيح يعني في بعض الممارسات يمكن احنا مش كثير صعبات فيها، ولكن استطاع هذا الحزب في 10 سنوات انه يضاعف من مستوى دخل الفرد في تركيا 8 أضعاف في 10 سنوات. طيب هاي تجربة جنبنا، دولة انتقلت من حكم دكتاتوري الى حكم ديمقراطي، إلى حزب حقيقي منتشر بين الناس، اتبناه الشعب، تلقفوا الشعب، حتى خصومه الإيديولوجيين اللي ما زالوا بيحاسبوه على خلفيته التاريخية السابقة الإسلامية، حتى خصومه صوتوا له. ليش؟ لأنه اطلعوا على جيبتهم، جيبتهم اليوم مليانة. طبعاً انسوا آخر 3 سنين والحرب الشعواء اللي شنتها عليهم بعض القوى الإقليمية والعالمية، وتنزيل سعر الليرة التركية، ومع ذلك لأنهم دولة ديمقراطية استطاعوا أنهم يتخذوا قرارات صح، وأن يصمدوا في وجه كل الضغوطات وكل الحروب التي شنت عليهم. العبرة، إحنا اليوم كأردنيين وأردنيات حلمنا مشروع. شو اللي بيحلم فيه الشعب الأردني؟ في منا ناس بتحلم حلم شخصي على صعيد حياتها الشخصية، إنه أنا والله بدي يكون عندي دخل كافي، هذا الدخل الكافي أعيش منه محترماً كريماً في آخر حياتي، ما حدا يجي يطلبني يدق على بابي يحكي لي أنت عليك دين. إذا كنت أصغر عمراً شوي بدي أدرس أولادي بالجامعات بدون ما أضطر أني أبيع ذهب مرتي وأبيع دفعة الأرض اللي عندي، ولا أروح أخذ قرض شخصي من البنك. بدي صحة وتعليم، بدي تعليم محترم إذا أصغر شوية بالعمر، عندي أولاد بالمدرسة، بدي تعليم محترم في مدارس الحكومة، ما بدي أصرف ثلث دخلي. أعطيكم أرقام، الأردنيون ينفقون ثلث دخلهم على تعليم أولادهم في المدارس الخاصة والجامعات.
ما بدي نعم إذا ما كانش أكثر نعم صحيح. أنا كان عندي ثلاثة بدرسوا في المدرسة مع بعض كان رأسها كانت يعني كابوس بالنسبة لي. المهم فإذا إحنا شو أحلام؟ بدنا صحة، بدنا معالجات صحية محترمة، نروح ندخل بكرامتنا، ندخل على هالمستشفى الحكومي. ها أنا مش مضطر إني أروح أدفع 20 و25 دينار تشغيل طبيب اختصاصي من جيبتي بدون أي تأمين صحي، ومش مضطر أروح أدفع فورة الفحص بدي أعمل فحص للغدة مثلاً الدرقية أدفع 100 ليرة على فحصات الغدة، ولا عندي سكري ولا كذا أروح أجيب لي إبرة السكري مبلغ وقدره. فإحنا اللي نطلبه كشعب أردني على صعيد شخصي هي هذه القضايا المعيشية التأمينية البسيطة اللي كل الناس تحلم فيها. على صعيد آخر على صعيد وطني في جزء منا يحلم بأردن كبير، بأردن مستقل في قراره السياسي والاقتصادي، بأردن له سيادة حقيقية، بأردن قوي. ويمكن هذا كان اسم قائمتنا بال 2013 أردن أقوى اللي تحولت فيما بعد إلى حزب، لأننا كنا نحلم كان في مشاعر مشتركة بين الشعب الأردني بدنا أردن أقوى، بدنا أردن قادر على التصدي للضغوط، قادر على أن يمارس قراره السياسي والسيادي والاقتصادي في مواجهة من لا يريدون الخير في هذا الأردن. والأردن بالنهاية هو جزء من أمة العربية والإسلامية، واللي يفكر أن الأردن يمكن يوماً ما أن ينسلخ من هذه العباءة هو وهم، هو غلطان. حتى لو جاءت يوماً ما قرارات سياسية باتجاه عزل الأردن عن محيطه الشعب ما راح يقبلها، لأنه شعبنا الأردني اتربى على أنه عروبي رضع العروبة من طفولته، بالإضافة إلى هويته طبعاً الثقافية الإسلامية التي تحتوي الكل، تحتوي المسيحيين والدروز وغيرهم ضمن هذه الثقافة المحبة المتسامحة الوسطية. وهذه واحدة من المميزات الأساسية للأردن إنه إحنا وسطيين، إحنا مش شعب عنيف. وبديش أضرب أمثلة بشعوب جنبنا شفنا شو سوت هذه الشعوب، إحنا شعب معتدل جداً ومزاجنا معتدل جداً، يمكن معصر أحيانا ولكن كلمة واحدة صغيرة كل شيء بنتهي. أعظم المشكلات بالأردن بتنتهي بجاه وبعطوة، والناس بتدخل بتحط فنجان قهوة والناس بتسامح بعضها وبتكرم لبعضها وبتحترم بعضها. هذه واحدة من أهم الخصائص والركائز في مجتمعنا اللي بدنا نحافظ عليها لأنه هي سبب تميز الأردن. الخلاصة جزء منا أحلامه كبيرة وجزء منا أحلامه متواضعة شخصية. الاثنين سواء اللي حلمه صغير على مستوى أسرته وأولاده وزوجته وقرايبه، ولا حلمه أكبر على مستوى الأمة العربية والإسلامية ونهضتنا وأن يكون لنا شأن بين أمم العالم ونكون دولة مسطرة للاختراعات وبراءات الاختراع مش دولة مستهلكة للاختراعات. الاثنين ما في عندهم حل إلا الانضمام إلى أحزاب سياسية. لا أحد يستطيع أن يحقق هذا الحلم، لا الحلم الشخصي بتأمينات صحية واجتماعية وضمان اجتماعي محترم وتعليم محترم وما إلى ذلك، ولا الحلم الوطني القومي العروبي الإسلامي إلا بوجود حزب سياسي قوي. طيب ليش اليوم؟ طب ما احنا بنحكي واحنا محتاجين احزاب سياسيه من زمان، كم سنه واحنا بنطالب يا جماعه بدنا احزاب، يا جماعه البلد لا يمكن تمشي امورها بدون احزاب سياسيه. صرنا كثير نسولف السلافه. الفرق انه اللي احنا كنا نحكي من 20 30 40 سنه اليوم اصبح واقعا متاحا. كيف أصبح واقعاً متاحاً؟ بموجب تعديلات تشريعية وبموجب قرار سياسي. اليوم في قرار لدى الدولة الأردنية، لما بنحكي الدولة يعني كل مراكز القرار في الدولة،
في قرار سياسي استراتيجي مش تكتيكي، مش تضييع وقت، مش تضييع وقت. يعني بعض الناس بيحكوا يا أخي هاي قصة الأحزاب هاي موضة، بس ينتخبوهم بكرة بال 2024 يصير في انتخابات، بعدين برجعوا بغيروا رأيهم برجعوا بقلبوا على الأحزاب. في ناس بتحكي هيك، لا، اللي بيحكي هيك مش مدرك إنه في تحولات كبرى قادمة، وهذه التحولات الكبرى القادمة واحد من أهم استحقاقاتها ومتطلباتها إنه الشعب يستعيد سلطته، الشعب يستعيد صوته، يستعيد قدرته على المشاركة في صنع القرارات اللي بتخصه من خلال بوابة دستورية، قانونية، سلمية، حضارية، مشروعة اعتمدتها كل أمم العالم عنوانا للحل، اللي هي بوابة الأحزاب السياسية. فاليوم إحنا أمام تعديلات في قانون الانتخاب، تعديلات في قانون الأحزاب، تعديلات دستورية، هذا كله تمهيد من أجل نقل الشعب الأردني نقلة حقيقية في الانتخابات الجاية. بس وين المشكلة؟ المشكلة إنه إحنا ما زلنا كشعب، وإحنا منكم نفكر نفس الأفكار، ما زلنا تحت ضغط وتأثير الماضي، الماضي اللي ما زال يمكن لليوم. اليوم للأسف كان في اعتقالات وتوقيفات، اليوم لمسيرة سلمية طالعة الطامر مع مطالب سائقي الشعب الماضي. ماشي، في ممارسات احنا مش راضين عنها، وفي قرارات يمكن غيرنا بيتخذها بداعي النظرة مثلا الأمنية على حساب النظرة السياسية يمكن، ولكن المؤكد 100% إنه في تحول سياسي كبير قادم، وإحنا كشعب أمامنا الآن خيارات. هل سنبقى نتفرج على التحولات السياسية الكبيرة القادمة؟ هنقعد مثل ما قعدنا 20 سنة ماضية نتفرج، ولا راح نستفيد من الفرصة التي فتحت أمامنا بفعل تعديلات قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتعديلات الدستور؟ إذا ضلينا على الأحزاب اللي ركضت وشكلت نفسها، مع الاحترام لهم، إحنا ما بنحكي بننتقد نهج، ننتقد فكرة، لا ننتقد أشخاص، كل الأشخاص لهم كل الاحترام، وهم ذوات يمكن أحسن منهم، يمكن لهم أسماء أكبر، يمكن معهم مصاري أكثر، ولكن إحنا بنحكي إنه هذه الأحزاب اللي سارعت للتشكل بسرعة بمجرد إقرار منظومة التحديث السياسي، هذه الأحزاب لن تقدم حلاً للشعب الأردني، ولن تقدم حلاً للنظام السياسي، ولن تقدم شيئاً لمستقبل الأردن. ليش؟ لأنه هذه الأحزاب هي إعادة إنتاج لذات الشخوص، لذات الأفكار، لذات التوجهات اللي وضعتنا اليوم في هذه الخانة اللي إحنا واقفين فيها الآن، وفي أزمات كبيرة عم بتصير بالجنوب، وإن شاء الله إنه الأمور تنحل، ولكن راح تيجي أزمات أخرى. إحنا عم بنعيش من أزمة لأزمة، من أزمة لأزمة، ما في داعي للتفكير بمسلسل الأزمات اللي مرينا فيه واللي حنضلنا نمر فيه إذا لم يحدث تغير في النهج. واللي اليوم قادر على إحداث هذا التحول مش القيادة يا جماعة، القيادة بدأت بإصلاح سياسي من خلال منظومة التشريعات، عملتكم إصلاح إلى الأعلى إلى الأسفل. الآن دورنا إحنا كشعب، يا إما بنحتضن هذه المنظومة وبنستفيد منها وبنبدأ نفرز أنفسنا في أحزاب حقيقية شعبية شريطة، كمان بدنا نفهم شغلة، ما هي السياسة خذ وهات، عالم السياسة هو عالم الخطوة خطوة، مش عالم القفزات في المجهول. يعني بده يدخل في حزب وبده يبني حزب وبده يأسس حزب، بده يشتغل بعقل، بده يشتغل ضمن المحددات المسموحة له على الأقل في المرحلة الأولى، بده يشتغل ضمن حدود الدستور، ضمن حدود القانون، وشوي شوي لما يدخل ويفرض ويصير له قواعد يبدأ يوسع من مساحات اللعبة ومساحات الميدان المفتوحة أمامه تدريجياً،
لما يكون اكتسب ثقه القاعده وثقه القمه، بده يكون اكتسب ثقه كل المكونات في هذه الدوله حتى يبدا يوسع في الهامش المفتوح امامه. فاليوم احنا في حزب العمال، هذا الحزب جديد، هذا الحزب اليوم يسعى عم بنلف في مختلف محافظات المملكه، صار لنا تقريبا 3 أشهر او 4 أشهر لنا باستمرار يعني ندوات نلتقي مع الناس ونحاول ان نشرح لشعبنا المرحله الجديده اللي فتحت امامنا فيها لاول مره منذ تاسيس الدوله الحديثه، لاول مره فتحت امامنا نافذه للمشاركه في عمل حزبي امن ومامون وسلم. ليش؟ لانه قانون الاحزاب المره هاي انحط في نص صريح، كلنا عارفين المخاوف الموجوده عند اولادنا خصوصا الشباب، بحكي لك انا اذا اليوم بدي انضم لحزب بكره في الجامعه بحطوا خطاطي، ما بيقبلوني ما بيعطوني مكرمه، اذا بدي اروح على جهاز من الاجهزه الامنيه الاربعه ما بقدر اتعين. تمام، اليوم في قانون الاحزاب في نص، هذا النص يوضع لاول مره، شو بيحكي هذا النص؟ بيحكي يمنع التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزب، والموظف اللي بيتعرض لهذا الأردني بغض النظر من مكان بسبب انتمائه الحزبي يحبس ويغرم، وبيطالبوا هذا الشخص بروح برفع عليه قضية في المحكمة وبيطالبوا بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي حل به بسبب هذا القرار. هذا النص لأول مرة يكون موجود، وهو ضمانة من الضمانات لأبنائنا لشبابنا إنه لا تخافوا لا تخافوا، اليوم تستطيع أن تنضم إلى حزب دستوري وقانوني دون أن تخشى على نفسك من إنه والله بكرة حتحرم من فرصة عمل ولا من فرصة تعليم ولا حيتحقق معك إنه تنضم لهذا الحزب. بس كمان اللي بده يقرر يروح على حزب سقفه عالي جدا، يعني حزب يطالب بتعديل الدستور تغييره، يا ريت تعديل بتغيير الدستور، او حزب يطالب بما هو اكبر من ذلك، بده يتحمل حقه، من حق جميع الناس ان تختار المنهاج الذي يناسبها. ولكن في اللحظه اللي انت بدك تاخذ فيها قرار بهذه الجراه بدك تتحمل دفعتها. احنا في حزب العمال ماذا نقدم للشعب الأردني، أردنيين وأردنيات؟ نقدم خياراً سياسياً ذكياً عقلانياً مدروساً استراتيجياً جايين نحلم ببناء حزب يعيش مع عمر الدولة الأردنية، مو جايين على قائمة انتخابية بدها تدخل الانتخابات كما هي شأن باقي الأحزاب. الأحزاب الثانية جمعت هالنواب لأنه عندهم قواعد شعبية وحطتهم في حزب أو حزبين عشان يضمنوا إنه هم يفوزوا في الانتخابات الجاية، لأنه كل هدفهم هو الانتخابات الجاية، مش مفكرين بعد هيك إيش راح يصير، ومش هاممهم بعد هيك شو راح يصير. إحنا في حزب العمال على النقيض، إحنا ما رحنا دورنا لا على وزراء ولا على نواب ولا على أعيان. احنا دورنا على الناس العاديين اللي مثلنا اللي بيشبهونا اللي بيلوننا، الناس اللي عندها حلم عندها امل عندها فكره وبتبحث عن شيء جسم يربطهم مع بعض يوحدهم مع بعض يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويشتغلوا. مش بالضروره النتائج تكون سريعه ولكن النتائج ستكون مؤكده. تعرف قصه السلحفاه والأهل، الأرنب فرحان على حاله إنه هو سريع وإلى آخره وبده يتسابق هو والسلحفاة وبتطلع عليها وبتمسخر عليها إنه أنت يا مسخمة يا مسكينة أنت شو جاية تتسابقي مع هالأرنب؟ بعدين الأرنب قد ما هو واثق بحاله، نعم على الطريق هيك خليني آخذ لي غفوة. السلحفاة مستمرة وماشية بثبات، أنهت السباق قبل الأرنب. العبرة إنه الحزب اللي بيشتغل صح وبيأسس نفسه صح قواعد أفقية وقواعد عمودية متجذرة في الأرض، في برنامج، في فكرة، في حلم، في هدف، في رؤية،
هذا الحزب ما بده يتسرع، هذا الحزب بده يدور على الناس الصح عشان يحط ايديهم في ايدين بعض ويبنوا وطن، لانه هذا حزب وطن، هذا حزب حقيقي، هذا حزب لكل الناس. حزب العمال يعيد تعريف العامل. العامل عندنا مش العامل بمفهوم الشيوعي، ولا هو العامل بمفهوم قانون العمل الأردني. العامل عندنا هو احنا كلنا. كيف نحن نعرف العامل في هذا الحزب؟ بانه كل من يعمل، سواء لحسابه الخاص او لدى الغير، سواء في الحكومه مدنيه او عسكريه او في القطاع الخاص، سواء كان باحثا عن عمل ام وجد فرصه عمل بالفعل، حتى ربة البيت عندنا هي عامله في مفهوم حزب العمال. واللي بيشتغل في جمعيه خيريه مجانا يبذل وقت وجهده بدون ولا فلس ياخذه بهذه الجمعيه هو عامل. وبهذا المفهوم هو حزبنا جميعا. نحن جميعا عمال، نحن جميعا عاملون، بدءا من رئيس الوزراء وانتهاءا الى اصغر ميكانيكي او حداد او مواسرجي او طوبرجي او دهنين او قصير او 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 شوفير تاكسي او شوفير باص او شوفير شاحنه. نحن جميعا مهندسين، محاميين، اطباء، اساتذه الجامعات، معلمين، كلنا عمال. وبهذا المفهوم حزب العمال جاي يدافع عنا، يدافع عن حقوقنا، كيف نعيش حياتنا بكرامة، كيف يصير عندي تأمين صحي شامل لكل الأردنيين ثم لكل المقيمين. لما بحكي شامل بشمل الصحة النفسية والعقلية اللي هي للأسف مش موجودة، وبشمل الأسنان، وبشمل كل الأمراض المزمنة اللي مش شاملها التأمين الصحي الحكومي حاليا. لما بحكي تعليم جامعي مجاني مش حلم، مش حلم ولا هو مستحيل، هو ممكن وقائم وعندنا خطة. حزب العمال عنده خطة من أين سيأتي بالمال ليحقق هذه المطالب للشعب الأردني، وراح نعلنها بإذن الله في مؤتمر كبير بعد ما نعمل المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب. سنعلن هذه الأفكار وراح أعطيكم لمحة منها في الحوارات عشان ما أطول عليكم. فإذا لما بنحكي إنه إحنا بدنا تعليم جامعي مجاني، بدنا وسائل نقل مشتركة ما بين القطاع العام والخاص ولكن بكلف معقولة في قدرة الأردنيين، لأنه اليوم ثلث الأيدي العاملة غير عاملة بسبب ارتفاع كلفة النقل، لأنها مش قادرة تنتقل من بيتها إلى المكان اللي جاليها فيه فرصة عمل. لما بنحكي حزب العمال يؤمن، ها يؤمن سياسي، لأنه هذا الحزب هو حزب ديمقراطي اجتماعي. ديمقراطي اجتماعي يؤمن بدولة الرفاه، ويؤمن بأن الحكومة يجب أن لا تنسحب من دورها في تقديم الخدمات الأساسية للناس، صحة وتعليم ونقل. وفي نفس الوقت السوق بده يكون حر، بده يكون في تشجيع للريادة والابتكار، بس كمان هذا السوق ما بصير هو اللي يتحكم في الاقتصاد الوطني على كيفه، بده يكون في حكومة قادرة إنها تضبط إيقاعه، وقادرة إنها تعيد توزيع مكتسبات التنمية على البوادي والمحافظات والقرى بما يتلائم مع تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والعدالة الاجتماعية لكل الأردنيين. هذا الحزب يؤمن بسيادة القانون، دولة القانون، مفهوم الدولة المدنية الحقيقي. ما في حدا فوق القانون، لا رئيس الوزراء فوق القانون، ولا الشيخ الفلاني فوق القانون، ولا الأستاذ الفلاني فوق القانون. نحن جميعا تحت القانون، نحترم القانون، نعمل بالقانون. ما حدا بنط على دور الثاني في ديوان المحاسبة ولا في ديوان الخدمة المدنية لأنه عنده واسطة فلان فلان. ما حدا بيطلع الوظيفة على المشاريع، عند المشاريع في الوزارة الفلانية لأنه النائب الفلاني راح يتواسط عند الوزير، لا. بده يكون في مسطرة واحدة تطبق على الجميع، وبكره بده يصير النائب هو نائب رقابة وتشريع فعلا
مش نائب مراسل رايح يركض عشان اعفاء. لوين دخلك الاعفاءات؟ ليه ما امن الشعب الاردني كله؟ ليش الشعب الاردني ما يروح يتعالج بكرامه بدون ما يحتاج لوزير ولا نائب؟ وانا لدي القدره اني اعمل هذا الكلام. بدي اعطيكم قصه صغيره في موضوع الاعفاءات الطبيه. لما كنت في البرلمان، هذا كان واحد من اهم الاهداف اللي دخلت فيها البرلمان على قائمه الاردن. ضلينا نلق على عبد الله منصور الى ان استجاب لنا، وراح كلف وزيرين على موضوع التامين الصحي. كلف وزيرين، وزير الصحه ووزير العمل، انا ذاك انه روحوا اعملوا لي دراسه كم بكلفنا تامين الشعب الاردني. في ذلك الوقت كانت نسبه غير المؤمنين 28.6%، اقل من 29%. عملوا الوزيرين دراسه، رجعوا بعد 6 شهور، هذا عطاله رقم وهذا عطاله رقم. واحد حكى له بحدود ال 120 مليون والثاني حكى له بحدود ال 90 100 مليون. لم يقتنع عبد الله نسور مع حدة الأنقاض كونه الدكتور عبد الله نسور، لم يقتنع بهذه الدراسات ورجع كلفهم مرة ثانية يعملوا له دراسة أخرى. رجعوا له مرة ثانية وحصل اجتماع كبير، هذا الحكي موثق في سجلات مجلس النواب. انعمل اجتماع في لجنة الصحة النيابية في آخر سنة من عمر المجلس في 2016، وعرضوا الدراسات الموجودة لديهم ووصلنا إلى خلاصة إنه تأمين هل أقل من 29% من الشعب الأردني ما رح يكلفنا أكثر من 120 مليون، في حين إنه كلفة الإعفاءات الطبية اللي موجودة في الموازنة في ذلك العام كانت 150 مليون وقفزت في عام 2015 خارج الموازنة إلى 350 مليون. يعني أوفر علي هذا خزينة الدولة إني أأمن الشعب الأردني. اليوم نسبة غير المؤمنين ارتفعت إلى أكثر من 35%. وستتصاعد هذه النسبة، ليش؟ لأن كثير أردنيين فقدوا أعمالهم. الكورونا ذبحت الشعب الأردني، في نسبة كبيرة قعدت في الدار، ارتمت في بيتها، ما في حدا يطل عليها ولا حدا يصرف عليها، لأنه السوق كله عصفت به عاصفة جائحة. وبكرة لسه لا نعرف ما هي المشاكل الاقتصادية القادمة. هيكم شايفين حرب روسيا وأوكرانيا شو عملت في العالم كله مش بس في الأردن، كيف رفعت من مستوى أسعار كل شيء، الأغذية والمحروقات والأدوية والأسمدة كل شيء. إذا الخلاصة العبرة إنه هذا الحزب، حزب العمال اللي بيطالب بتحسين حياته بتأمين الأمان الاجتماعي لنا، عنده خطة. حتحكولي والله كلفة هالسواليف اللي بتسولفي فيها بدها مئات الملايين، حاحكي لكم انه عندنا خطة من اجل احضار المليارات، مش مئات الملايين، المليارات في خزينة الدولة ومن غير جيبة الشعب الاردني، لانه احنا لا نؤمن برفع اسعار الضرائب والرسوم وبدلات الخدمة. هذه سياسة اقتصادية خاطئة، هذه السياسة تسببت في هروب الاستثمارات المحلية قبل العربية والأجنبية. اليوم مصاري أولاد البلد وين؟ خلينا نحكي، ده هم مش عارفين، خليهم يسمعوا. وين مصارينا؟ في تركيا، في مصر، في دبي، في جورجيا، في قرغيزستان، كل فلوس الأردنيين برا. وقبرص، كل الاستثمارات الأردنيين برا، اللي معه كفشان راح استثمر فيهم برا. ليش؟ لأنه سياساتنا غير مشجعة للاستثمار. وأهم سبب في إنه سياساتنا غير مشجعة للاستثمار هو الضرائب والرسوم. حجم الضرائب والرسوم الهائل اللي طفش الكل، طفش ابن البلد قبل الغريب. فنحن في حزب العمال نؤمن بإنه إذا بدنا اقتصاد قوي، وفي فرق ما بين المايكرو ايكونوميك الاقتصاد على المستوى الكلي والمايكرو ايكونوميكس الناس اللي بتفكر هاي بالقطعه وبالتجزئه، بدي اعطي حل على قطاع السياحه، بدي اعطيهم والله 25 مليون ولا 50 مليون عشان يحسنوا امورهم.
ويترك بقية القطاعات لتنهار. لما بتنهار بيجي يفكر آه طيب خليني أعمل لهم تأجيل لأقساط البنوك. طيب شو يعني رحلت المشكلة لورا؟ طيب وبعدين وين بدهم يحلوا المشكلة بعد هيك؟ هل أعطيتهم بدائل؟ هل حركت سيولة في السوق؟ هل ضخيت إشي؟ هل غيرت سياساتك؟ فنحن نؤمن بأنه اللي بده اقتصاد قوي للأردن غلط أن يفكر في سياسة الجباية. الجباية بتعطيك مصاري على المستوى القصير بس تربح لك شوية قروش للخزينة على مدى سنة سنتين ثلاثة انطارت، بعد هيك بتبدأ تدفع الثمن كما هو حاله الآن. لما إجا الدكتور عبد الله منصور غير قانون الضريبة بال 2014 بدأت الدورة الاقتصادية المعكوسة في الأردن من 2015 كنتيجة لتطبيق قانون الضريبة. إجا بعدين دولة هاني المركي وراح حط لنا قانون ضريبة أسوأ، وبعدين الشعب أطاح في دولة هاني المركي وجاء بدولة عمر الرزاق ومشى نفس القانون. وشو اللي قال بيسوي؟ شو بيعمل الاقتصاد الأردني اليوم؟ اليوم الكل يعاني، الغني قبل الفقير يعاني. إن استثنينا 1% فقط من القطاعات الاقتصادية لوضع حماس مثل البنوك لأنها عايشة علي وعليكم. البنوك اليوم تملك كل شيء في الأردن الحمد لله. يمكن هذا المكان يكون البلد من خلال الله أعلم. تملك كل شيء، تملك دورنا، تملك سياراتنا، تملك أشغالنا، تملك مصانعنا، تملك مزارعنا. فالبنوك هي الوحيد اللي مرتاح. وبقية القطاعات كلها بتعاني. وبلا أمل، وبلا أفق، وبلا مستقبل. وكل واحد فيهم مهموم. لما تطلع عليهم الناس اللي كنت تشوفهم زناديل قبل 10 سنين، تطلع عليهم اليوم كل واحد مش عارف شو بده يسوي. بيته مرهون وسيارته مرهونة وكله فشخر على الفاضي، كله دين في دين في دين. طب شو الحل؟ ما هو الأفق الذي نقدمه لهؤلاء؟ ما راح يكون في أفق إلا وجود حزب حقيقي، حزب يجمع أستاذ الجامعة مع خبير الاقتصاد مع صاحب المصنع مع العامل في المزرعة مع المعلم مع المهندس مع الطبيب مع المتقاعد المدني والعسكري مع الفلاح مع العامل، يجمعهم كلهم يصهرهم ويحطهم على الطاولة ويقعدوا يفكروا ويشتغلوا وينتجوا حلول. واليوم هذا مفتوح ومتاح. بالأمس ما كان متاح. بالأمس كانوا بدهم أحزاب ديكورات. اليوم في مجال للتغيير. حزب العمال بحكي لكم، إحنا حزب العمال بإمكاناتنا المتواضعة حالياً والتي ستكون هائلة خلال سنوات، بإمكاناتنا هذه المتواضعة حالياً قعدنا وفكرنا وحطينا حلول. معنا عدد من دكاترة الجامعات المحترمين، ومعنا عدد من خبراء الاقتصاد المحترمين، ووضعنا 3 حلول استراتيجية. هذه الحلول إن نفذت تجلب للخزينة سنوياً 1 مليار دينار على الأقل، وليس من جيبة الشعب الأردني ولا من المساعدات الأجنبية ولا تبنى فلس من حد. وستوظف الحلول اللي حطيناها والتي سنعلنها في مؤتمر صحفي ونسجلها كملكية فكرية حتى ما يجي كل واحد ورانا بكرة ويصير يسولف بنفس الأفكار. هذه الحلول ستوظف وعلى الفور إن تم تطبيق برنامج إعادة الهيكل اللي إحنا حطيناه ودرسناه مع هذه الخلية المفكرة في الحزب وعملنا له برزنتيشن راح تشوفوه مع الأرقام مع الجداول. إذا طبقت خطتنا في إعادة الهيكل للمؤسسات الرسمية العامة بما فيها الجامعات الرسمية راح نوظف 50,000 شاب جديد في الحكومة في مؤسسات الحكومة، غير عن فرص العمل اللي راح نقدمها. حزب العمال يقول إحنا جاهزين من أجل تقديم حلول، وإحنا الحزب الذي يعكس نبض الناس، الحزب اللي بيدافع عن العامل والفلاح وعن صاحب المصنع وعن صاحب المتجر
وعن المحامي والطبيب والمهندس وربة البيت والمرأة والشاب والكبير في السن والصغير في السن، ندافع عنهم جميعا. هذا الحزب الذي يمثلنا، الحزب اللي مثلنا، اللي ما في حدا لا بنحكي له معاليك مرحبا ولا دولتك مرحبا. احنا اللي بدنا نخلق معالي الدولة من صفوف الناس اللي مثلكم، الناس الحقيقيين، الناس اللي شايفين اللي بصيروا منهم يغيروا مش طالع بأيديهم يغيروا ولديهم أفكار. أنا متأكد أن هاي القاعة الآن لما نفتح باب النقاش سنسمع عشرات الأفكار. أنا متأكد أن الشعب الأردني قادر على توليد مئات الحلول من أجل مشكلتنا الاقتصادية، ولكن مشكلتنا إنه هالحكومة اللي بتجينا وهالوزراء اللي بيجونا بيجونا بدون خطة بدون برنامج. ما طلب من أي واحد فيهم يعمل خطة لوزارته قبل ما ينحط فيها. ما طلب من رئيس الحكومة قبل ما يجي عينه جلالة الملك يحكي له تعال احكي لي يا فلان شو ناوي تسوي؟ كيف راح تحل لي مشكلة عجز الموازنة؟ تزيد معهم عجوزات الموازنة وتزديد المديونية وتتردد الخدمات، طب كيف حلوا لي اياها؟ اقتراض لا يزيد والمساعدات الأجنبية تزيد والجناية تزيد والخدمات تتراجع. طب كيف؟ فهمونا. لأنهم يأتون بدون مشروع. مشروعهم شخصي. مشروعهم كيف يستفيدوا هم وعيالهم وقرايبهم ونسايبهم ويروحوا خلال هالسنة ولا السنتين ولا الثلاثة ومعهم ما شاء الله قصور في داوود وقصور في الحمر وقصور ما بعرف فين، والمصاريف في جنيف والمصاريف في باريس والمصاريف في لندن. والشعب الأردني الله يرحمه. عموما أنا أكتفي بهذا القدر. إحنا قادرين، إحنا يعني الشعب الأردني، الشعب الأردني قادر، قادر على تغيير البلد نحو الأفضل. وبمباركة من رأس الصلب، بمباركة من جلالة الملك اللي حكى تفضلوا روحوا انضموا للأحزاب ورجوني شو راح تسوي، بس تيجوا على البرلمان بس تيجوا على الحكومة ورجوني شو راح تقدموا لهذا الشعب. فالآن الكرة في ملعبنا، يا إما بنشوطها وصفرعنا بدنا نروح نقعد نصفر نحكي لا والله هذا بيكذبوا علينا وترى السلافة كلها سلافة ضربة، ولا نشوطها الكرة يا أخي ونجرب نشوف حتدخل في هالجول ولا ما راح تدخل في هالجول. هيك شفتوا المغرب يا جماعة، شفتوا المغرب شو عملت؟ شوف المغرب. من كان يحلم، انا مو انا طفله صغيره لما كنت اتابع مباريات كاس العالم، انا ما بحضر على فكره كره القدم فقط كاس العالم، بتابع مباريات النهائيه. من وانا طفله صغيره كنت احلم اني اشوف فريق عربي في دوري ثمانيه، مش دوري النصف ولا الرباعي، يعني كنت اتمنى يطلع فريق عربي. مره طلع لنا فريق بالدوري 16 الكويت كان زمان بالفهم. اليوم المغرب التي نعتقد أنها فقيرة، مش هيك بنحكي عن المغرب فقيرة؟ لا والله، والله إنه أغنى منا 100 مرة. عندهم ديمقراطية وعندهم أحزاب وعندهم شعب حقيقي وشعب فاعل وبنزل على الشوارع وبتظاهر من أجل قضايا المعيشية ومن أجل فلسطين ومن أجل قضايا الأمة. لا مش فقيرة، المغرب أنتجت فريق كرة قدم هزم كل قوى الاستعمار القديم، يعني بس فرنسا لانهم قرايبهم ونسايبهم وحبايبهم شكلهم ما يدروني. المستحيل يكمن في عقل الانسان وليس في الطبيعه وليس في الظروف. اللي بيقنع نفسه انه كل شيء صعب مش راح يعمل شيء بحياته، بس اللي يقنع نفسه انه انا قادر واستطيع راح يغير الحياه وحيغيرها نحو الافضل. شكرا لكم الله يعطيكم العافيه.